أكثر من 250 صاروخ في يوم واحد، ضربات مكثفة انطلقت من لبنان باتجاه مناطق شمالي ووسط إسرائيل. أحدث الضربات ما أعلنه حزب الله قبل قليل فقط من استهداف قاعدة حيفا البحرية الشمالي مدينة حيفا برشقة صاروخية، فيما نفذ هجوما للمرة الأولى بمسيرات انقضادية على قاعدة أشدود البحرية على بعد 150 كيلومتر داخل الحدود الإسرائيلية. أعلن أيضا عن قصف قاعدة بلمخيم الجوية وقاعدة استخبارات عسكرية قرب تل أبيب. صواريخ حزب الله وصلت بحسب الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية، وهنالك أنباء عن سقوط صاروخ في طول كرم. بالمقابل، جرس الإنذارات للإخلاء لم يفارق أجواء لبنان بضاحية بيروت الجنوبية، حيث شن طيران الحربي الإسرائيلي غارات بعد أوامر إخلاء. الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أوضحت أن الهدف الذي طلته الغارات يقع في منطقة الكفاءات بالضاحية. أجواء مشابهة بالجنوب اللبناني، إخلاء وقصف. الجيش الإسرائيلي أنذر سكان 5 بلدات بالجنوب بالإخلاء فورا تمهيدا لقصفها، داعيا السكان إلى التوجه نحو شمالي نهر الأولي. أما في القطاع الغربي، تدور اشتباكات ما بين عناصر حزب الله وقوات إسرائيلية بين بلدتي شمع وطر حرفة، فيما يشهد محور البياضة وأطرافها اشتباكات مماثلة. أما بلدة الخيام فلا صوت يعلو فوق صوت المعارك فيها. اشتباكات تتواصل ما بين حزب الله وقوات إسرائيلية في البلدة وسط محاولات إسرائيلية للسيطرة عليها واستخدام تعزيزات وتكثيف الغارات والقصف المدفعي، بل وتفجير عدد كبير من أحياء أطرافها الشرقية. حزب الله أعلن تدمير 6 دبابات إسرائيلية بالجنوب اللبناني. الجيش اللبناني كان في مرمى الضربات الإسرائيلية. مراسلنا أفاد بمقتل أفاد مراسلنا بمقتل عسكري وإصابة 18 آخرين من بينهم حالات حرجة، وذلك إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حاجز للجيش اللبناني في منطقة العامرية على طريق سور النقورة. طبعا ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف موقع للجيش اللبناني، لكن ثمة من يبررها من الجانب الإسرائيلي. العضو السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس اتهم الحكومة اللبنانية بإطلاق يد حزب الله، أشار إلى أن الوقت حان للعمل بقوة ضد أصول الحكومة اللبنانية. فماذا يعني ذلك وما هي تداعيات هذه الدعوة؟ حادثة استهداف الجيش اللبناني لاقت استنكار رسمي في بيروت. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجم ميقاتي اعتبر استهداف إسرائيل بشكل مباشر مركز للجيش اللبناني هو رسالة دموية مباشرة برفض كل مساعي وقف إطلاق النار وتعزيز حضور الجيش اللبناني بالجنوب. ميقاتي الذي التقى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أكد مرة أخرى التزام الحكومة اللبنانية والتزام لبنان بتطبيق القرار 1701، بل ودعا دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد. بوريل دان كذلك وبشدة الهجمات التي استهدفت مواقع الجيش اللبناني بالجنوب. وخلال لقائه بقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، أكد بوريل أن لبنان بحاجة إلى جيش قوي لتنفيذ القرار 1701. بوريل أطلق أيضا دعوات ليست بالجديدة، لكنها من بيروت هذه المرة خلال زيارته، إلى ضرورة الضغط على حزب الله وإسرائيل أيضا لقبول مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار. أكد أن لبنان يقف على عتبة الانهيار، وأشار إلى أن الخسائر البشرية بلغت حدا هائلا. نجاح الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار ووضع حل نهائي طويل الأمد لهذه الأزمة يقع بين يدي الأطراف المتنازعة، وبالتالي يتعين على القادة اللبنانيين تأدية مسؤوليتهم السياسية عبر انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد لفراغ سياسي دام سنتين. يجب الضغط على الحكومة الإسرائيلية وحزب الله ليقبل بوقف إطلاق النار المقترح من طرف الولايات المتحدة. يعني قبل كل شيء، دعونا نقف متابعينا على التحديثات في الميدان مع التصعيد المستمر، وكذلك آخر المواقف الصادرة عن لبنان الرسمي أو حتى
الزائرين إلى لبنان باتجاه وقف إطلاق النار أو بهذا الهدف. أبدأ مع الزميلين القدس بشار صغير ومن بيروت دارين الحلوي. بشار، يعني هل توجد أي تحديثات ميدانية أخرى مع التصعيد الأخير من حزب الله باتجاه إسرائيل؟ رصدناه خلال الساعة الماضية برشقة صاروخية يعني تفرقت فيها الصواريخ ما بين الضفة الغربية شمالي حيفا وأيضا وسط إسرائيل. بالفعل تصبح يعني الملامح الواضحة حتى هذه اللحظة للرشقة الأخيرة تشير إلى رشقة صاروخية انطلقت نحو وسط إسرائيل، وكما تفضلت يعني تفرقت على جانبي الخط الأخضر، وما أعلمه حتى هذه اللحظة أن صاروخا أو شظايا صاروخ سقطت في مستوطنة أورانيت شمالي الضفة الغربية، طبعا هي متاخمة للجدار وللخط الأخضر، ويعني نفحص حتى هذه اللحظة إن كانت هناك إصابات أم لا، هناك تضارب في الأنباء، نذكر هذا يعني الموضوع حديث جدا. وهذا كله يأتي كما تفضلت كجزء من العدد الكبير من الصواريخ، أعتقد أن الصواريخ حتى اللحظة وصل إلى عدد 300 صاروخ انطلق من لبنان ناحية الشمال الإسرائيلي ووصلت إلى مناطق في الوسط الإسرائيلي كتل أبيب أو محيط تل أبيب كبيت حتيكفا وغيرها من المناطق. الإصابات حتى هذه اللحظة المؤكدة والمعروفة تتراوح ما بين واحدة خطيرة جرت في وقت أو وقعت في وقت سابق من اليوم في كفر بلوم في إصبع الجليل، وتفرقت الإصابات الأخرى ما بين متوسطة إلى خفيفة. طبعا الجانب الإسرائيلي هنا يرصد المواقف والتهديدات التي كانت قد خرجت عن حزب الله، نذكر أن حزب الله كان قد هدد بأن بيروت يقابلها تل أبيب، والآن الجانب الإسرائيلي ربما شعر ذلك أو هو أخذ الآن يستذكر هذه التهديدات اللبنانية أو الصادرة عن حزب الله باعتبار أن أي استهداف لبيروت هو يقابله استهداف في تل أبيب، وهذا رد على الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة كتلك التي جرت اليوم في الضاحية الجنوبية ببيروت والتي وفق الرواية الإسرائيلية استهدفت أصولا ومواقع لحزب الله. بالمجمل عدد كبير من الصواريخ اليوم يعني وصلت المواجهة وصواريخ ذروتها تسببت بإصابات مباشرة، صحيح منها ما يتم اعتراضه ومنها ما يسقط في مناطق مفتوحة، ولكن رأينا جميعا على الأقل عبر التواصل الاجتماعي والصور التي انتشرت كيف أن مبان تعرضت لإصابات مباشرة ولدمار كبير. يعني نتحدث هنا عن دمار جزئي هنا وهناك، بعضها تعرض لدمار كبير، وهذا عمليا كما أسلفنا في أوقات سابقة يزيد من الدعوات الإسرائيلية سواء في الشارع أو في صناع لدى أوساط صناع القرار بضرورة إيجاد حل لهذه المسألة وسط دعوات لأن تتعمق إسرائيل أكثر في الغارات المشنة على لبنان، وهناك من ذهب إلى تحميل دولة لبنان المسؤولية والبدء بتنفيذ غارات وهجمات لتحميل دولة لبنان المسؤولية من خلال استهداف بنى تحتية لبنانية. طبعا الجيش الإسرائيلي وإن استهدف مواقع للجيش اللبناني وقتل عناصر الجيش اللبناني يقول هذا بالخطأ، ولكن هناك من يدعو إلى البدء تشير إلى بني غانز رموز الدولة اللبنانية بحد ذاتها دعوات بني غانز، يعني سنناقش صحيح. هذا الأمر نعم. مع ضيفنا بعد قليل، ولكن دارين 300 صاروخ أطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل اليوم فقط، دعينا في صورة ذلك إن كان حزب الله نشر أي بيان يتحدث عن هذا اليوم، وأيضا أبرز ما يمكن أن نقول أن محادثات بوريل في بيروت خرجت به لجهة دعم جهود وقف إطلاق النار في لبنان. مروج، كما ذكرتي أكثر من 300 صاروخ، 41 عملية حتى هذه اللحظة تحدث عنها أو تحدثت عنها بيانات حزب الله، هي هجمة مرتدة على التصعيد الإسرائيلي الذي شهدناه بالأمس، أكان في العاصمة بيروت حيث أدت الغارة بالصواريخ الخمسة إلى أحداث مجزرة، ما تزال حتى هذه اللحظة أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين مستمرة، إضافة إلى استهدافات أيضا كانت موجعة جدا في قرى عدة في البقاع أدت أيضا إلى مقتل الكثير من الأطفال والنساء في قرى البقاع. هذا طبعا بغض النظر عن استمرار المواجهات والعنف في هذه المواجهات في القطاع الغربي، نتحدث عن البياضة، وفي القطاع الشرقي الخيام تحديدا. حزب الله لم يصدر بيانات، أصدر فقط هذه الصورة التي تحدثت عنها، وهي صورة بألف كلمة يمكن القول، بيروت تقابلها تل أبيب، هذه هي الفكرة، هذه هي القاعدة
القاعدة التي ثبتها اليوم حزب الله، بالرغم من أن هناك بعض التقارير تحدثت مروجي أمس عن أن ضرب إسرائيل لبيروت منطقة البسطة تحت تحديدا قيل بأنها محاولة من إسرائيل لمنع تثبيت هذه القاعدة وربما للجم حزب الله عن استهداف تل أبيب. لكن اليوم هذه الغزارة النارية، هذه الغزارة في العمليات، أيضا التمدد الجغرافي تل أبيب، ضواحي تل أبيب، نهري حيفا وغيرها، إضافة إلى عدد الإصابات التي سقطت هناك، تؤكد بأن حزب الله لم يخضع لهذه الضغوط، بل على العكس قام بهجمة مرتدة. بالرغم من أن يعني الجانب اللبناني، حزب الله عندما تحدث أمينه العام قال بأن لبنان وافق على المسودة الأمريكية، وكانت لديه بعض الملاحظات التي تم الأخذ بها على الأقل من جانب المبعوث الأمريكي أموس هوكستين، ولكن الأمور بقيت معلقة أو على الأقل غامضة، أحيطت بالكثير من الغموض بعد اللقاءات في تل أبيب، ولم يتبين إلى أي مسار يعني ستسير أو تسلكه هذه المفاوضات. ويخشى من أن هذه المفاوضات ترسم في هذه الأثناء بالنار من قبل الطرفين لتحسين شروطهما، وبالتالي تحسين المكاسب في وقت لاحق، إن يعني صدقت النوايا بأن الجانبين لديهما النية بإنهاء هذه الحرب. من بيروت دارين الحلوي، ومن القدس بشار صغير، شكرا جزيلا لكما على هذه التحديثات. المزيد من النقاش والتحليل مع ضيفي من بيروت، عضو مجلس النواب السابق العميد وهبي قتيشة. أهلا بك معنا في هذه الساعة بالتاسعة على سكاي نيوز عربية. بوريل في بيروت يطلق رسائل لم تتوقف على الصعيد الدولي بضرورة التهدئة والذهاب إلى صفقة ووقف إطلاق النار في لبنان، وحزب الله يرد على الاستهدافات الإسرائيلية بتوسيع استهدافاته بالعمق الإسرائيلي ومحاولة تثبيت معادلة بيروت مقابل تل أبيب. يعني إلى أين تتجه الأمور؟ إلى تصعيد أكبر أم إلى تهدئة ما أو صفقة؟ مساء الخير إليك وللمشاهدين. أولاً بالنسبة لبوريل، بعتقد أنه الحديث مع المسؤولين اللبنانيين ده دار حول ثلاث محاور. المحور الأول هو دعم المبادرة الأمريكية الفرنسية، شرط أن تبقى فرنسا داخل هذه المبادرة، أي ضمن لجنة المراقبة على تنفيذ الاتفاق. المحور الثاني طلب وتمنى من المسؤولين اللبنانيين إنتاج سلطة دستورية في لبنان، والتي تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، لإنتاج هذه السلطة رئيس جمهورية، رئيس مجلس، رئيس حكومة، وهكذا دواليك. أما المحور الثالث فكان أنه قدم أو بالأحرى بلغ الحكومة اللبنانية بتقديم 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي دعما للجيش. هذا ما تناولته المحادثات التي قام بها بوريل في الدولة اللبنانية، والتي تعتبر عبارة عن تمني، لأن الفاعلية في هذه المحادثات هي للمبادرة الأمريكية الفرنسية، والتي لم تتطور حتى اليوم. أما بالنسبة لهذه المبادرة، تفضل سعد العميد. أما بالنسبة لهذه المبادرة الأمريكية الفرنسية، لا تزال تتعثر أولا في الشكل، لأن إسرائيل ترفض أن تكون فرنسا ضمن لجنة الرقابة على التنفيذ، ولبنان يطلب أن يكون في هذه اللجنة، ضمن هذه اللجنة، دولة عربية، يعني مصر أو الأردن، خاصة الأردن لقربها من مكان الحدث. لذلك لا تزال هذه المبادرة في طور الشكليات. أنا سأتحدث عن هذه المبادرة تفصيلا بعد قليل، يعني إن كانت العقد هي في تفاصيل المقترح الأمريكي أم في غياب الإرادة لدى الطرفين على ما يبدو للوصول إلى تهدئة. ولكن قبلا، اليوم عندما يحاول حزب الله تثبيت معادلة تل أبيب مقابل بيروت، أي استهداف في بيروت سيتم الرد عليه بصواريخ بقلب إسرائيل في تل أبيب، هل يعني هذه الاستراتيجية القادمة لحزب الله ستعزز من أوراقه التفاوضية في أي محادثات، أم بالعكس قد تكون هي بداية حرب أكثر توسعا في لبنان بالنسبة للإسرائيلي؟ طبعا أنا أعتقد بأن هذا الموقف والذي اتخذه اليوم هو نحو حرب أكثر توسعا وتصعيدا، لأن أولا الدولة الإسرائيلية عندما قالت
لأنني سأؤمن الأمان لشمال إسرائيل، كانت تقول بإلغاء قصة السلاح مع حزب الله ليس في شمال نهر الليطاني إنما فوق الأرض اللبنانية ككل، لأن هذا الصاروخ يمكنه أن ينطلق من شمال إسرائيل ويمكنه أن ينطلق من عكار من آخر شمال لبنان. لذلك المعادلة اليوم بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت بسقف عالي من بهذه المفاوضات، أي أنها تريد تثبيت سيادة السلطة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية، أي ألا يكون هناك سلاح بعيد المدى أو صواريخ يمتلكها أي مكون سياسي في لبنان أي حزب الله. لذلك هذا التصعيد الحالي اليوم أعتقد أنه سيدفع الإسرائيليين إلى تصعيد أكبر وإلى حرب. ومن سيصرخ أولا برأيك يا سعد العميد؟ لأنه الحوار عبر النار هذا ما بين حزب الله وإسرائيل تحول للعبة عد أصابع، وكل طرف ينتظر الآخر بقراءة ميدانية كل ما تم تحقيقه حتى الآن. يعني من سيصرخ أولا في هذه اللعبة، حزب الله أم إسرائيل؟ بقراءة ميدانية أولا، بموازين القوى لا يمكن مقارنة الطاقة العسكرية لحزب الله بالطاقة العسكرية للدولة الإسرائيلية التي تتفوق عليه بآلاف الأضعاف أولا. ثانيا من ناحية الخسائر، عندما يطلق بدال 50 صاروخ إلى دولة إسرائيل وهناك 6 إصابات فقط، يرد علينا الإسرائيلي بصاروخ واحد ويفقد 6 بنايات و40 ضحية. يعني بميزان مين بيعض صابيعه بالأول، أكيد نحن اللي بدنا نعض صابيعنا بالأول، نحن اللبنانيين وخاصة بالأول هو حزب الله. لذلك إسرائيل لا يمكنها، ولكن الحزب يعني يقول أنه يستعد لأشهر طويلة من هذه الحرب، يعني أقله هذا ما أشار إليه نعيم قاسم، أنه لدينا قدرات تسمح بأن نخوض حرب مع إسرائيل لأشهر قادمة. من يستطيع طيب الآن الضغط باتجاه التهدئة؟ لأنه لا واشنطن قادرة على إقناع إسرائيل، وإيران يبدو أن لها في هذه المرحلة دور جدلي ما بين الاتهام بعرقلة المحادثات وما بين تأكيدها أنها داعمة لل 1701. يعني هل يوجد طرف قادر على إحداث اختراق في مسار المفاوضات ما بين الجانبين برأيك؟ أولا الشيخ نعيم قاسم يهوى الحرب بالنظارات، بالنظارات الحرب بعيدة وحلوة كثير بيتفرج وبس، إنما يلي عم يأكل العصي بالميدان هن حزب الله والشعب اللبناني. حتى الآن الحكومة اللبنانية والرئيس نبيه بري لا يزالان يتكلمون باسم حزب الله، حزب الله الذي يمثل إيران في لبنان، ولكن سوف يصلون إلى يوم ويقولون لحزب الله ماذا تفعل وأين أصبحت، ولم يبقى هناك لا بيت واقف بجنوب لبنان ولا مواطن في جنوب لبنان، والنازحون هم يعيشون في الطرقات. لذلك قد يضطر الإسرائيلي إلى دخول إذا طور عملياته البرية قد يتواغل فوق الأرض اللبنانية، ومن يجبره على الانسحاب هي الدولة اللبنانية، إنما بي 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 طبعا باتفاق سلام واتفاق برعاية الأمم المتحدة والقوى الدولية، أي أن حزب الله لا يزال يحارب بالنظارات من إيران، والمقاتلين هنا قد يكون نحن نعلم أنهم الآن أصبحوا مضطرين إلى مغادرة الجبهة من وقت إلى آخر، وهم يبتعدون ويشتمون إيران من وقت لآخر لأنها تركتهم في الميدان لوحدهم ولم تنصرهم. لذلك ما نشهده الآن هو عملية تدمير للبنان دون أن نصل إلى التوازن، والتوازن لا يمكن الوصول إليه في هذه الحالة، لا توازن عسكري ولا توازن سياسي ولا توازن دبلوماسي. يعني لا يوجد طرف قادر على إحداث اختراق في مسألة التهدئة استنادا على 1701 معدل أو اتفاق جديد أو أي صيغة لوقف إطلاق النار في لبنان برأيك؟ الصيغة المقبولة في لبنان سيدتي هي أن تكون الدولة اللبنانية سيدة على كل أراضيها، سيدة على كل أراضيها يعني حزب الله لا يمتلك سلاح إجمالي لتعكير إما في للحرب إما في سوريا أو في اليمن أو في إسرائيل أو، وهذا أمر يصعب على حزب الله القبول به، لأن من يوجه حزب الله ومن
يعطي حزب الله السلاح ومن يمول حزب الله هي إيران، وإيران حتى اليوم هي تقاتل بأبناء العرب، بأبناء اللبنانيين، بأبناء اليمنيين، بأبناء العراقيين. لذلك هي مانا مضطرة، يعني أنه حتى لو مات يمكن آخر لبناني وآخر واحد من حزب الله، هي مش مضطرة تتنازل عن الورقة قبل ما تقبل ثمنها، واللي بده يدفع لها الثمن الأمريكاني ما بده يدفع. مشان هيك نحن عم نعيش هذه المأساة، هي بدها ثمن والثمن بإيد الأمريكاني، وأمريكاني ما مستعد يدفع لها هذا الثمن. ولكن طيب سعد العميد، يعني فقط لمحاولة الوقوف على كل النقاط قبل نهاية الوقت لأنه شرف على الانتهاء اليوم، دعوات مثل دعوات بني غانس إلى ضرورة ضرب أصول الحكومة اللبنانية، كونها تعطي غطاء لحزب الله، تطلق يد حزب الله باتجاه إسرائيل، وحتى الاستهداف لمركز الجيش الإسرائيلي حتى وإن قالت إسرائيل إنه عن طريق الخطأ. هل يمكن أن يفتح هذه المواجهة على تصعيد أكثر خطورة، يكون هذه المرة ما بين لبنان وما بين إسرائيل، وليس فقط ملاحقة قدرات حزب الله كما يتحدث الإسرائيلي؟ قد أنا رسالة ضرب الحاجز الجيش اللبناني اليوم قد يحمل رسالتين، أما رسالة إلى الحكومة اللبنانية لتتحمل المسؤولية تجاه حزب الله، أم أنه أراد أن يزيل هذا الحاجز بين ما بين شمع وصور حتى يمكن أن يتوغل الجيش الإسرائيلي في العمق اللبناني، تصعيد جغرافي إذا أردت واحتلالي، لضغط على حزب الله وللضغط على الدولة اللبنانية لإيجاد حل أو لإيجاد حل بشروط الدولة الإسرائيلية. قد يحمل هاتين الرسالتين، أما القول بأنه يجب استهداف الأصول اللبنانية أي البنية التحتية اللبنانية، لبنان لا يمكنه تحمل هكذا دمار. هذا حصل عام 2006 وشفنا قديش كان الدمار شامل وكبير وكثير، وما قدرنا ننهض لولا إخواننا العرب. يوم اليوم إخواننا العرب ملهيين بغير شيء، والحرب الدائرة حاليا قد لا تعنيهم، لأن حزب الله هو الذي يقود هذه الحرب، ونحن نعلم أن حزب الله معزول عربيا وأقليميا ودوليا. لا أحد يطالب أو يساند حزب الله في معركته مع إسرائيل سوى إيران، أي أنه مرتهن لهذا المحور، وقد يكون يحارب بمناسبة مرتزقة لصالح إيران مع الأسف. نعم، عضو مجلس النواب السابق العميد وهبي قتيشة، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به معنا من إيضاحات قيمة على سكاي نيوز عربية وفي التاسعة، أشكرك.